طب دلوقتي ده بالنسبة للبرايمر يا شيرين. طب بالنسبة دلوقتي للبشرة، في ناس اشتكت كتير جدا من الحبوب، ازاي ممكن نعالج الحبوب في البيت ما نجيبلهاش حاجة من بره؟ طبعا في اكيد علاجات ومضادات في حيوية طبعا حاجات كتير. بتعالج، بس احنا تمام عايزين حاجة من البيت. طيب، انا قبل ما اعالج برضه عيني انا لازم اعرف سبب الحبوب دي ايه. هل هي حبوب من البشره الدهنيه العاديه، حب شباب، حب مثلا طالع لي نتيجه هرمونات؟ طبعا الحبوب ليها اسباب أكيد كتيره جدا، فانا لازم اعرف ايه هو سبب الحبوب دي وبعد كده اعالجها. بس مبدئيا في وصفه سهله جدا 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 بتبقى معالجه معايا للحبوب. بتجيبي شويه ميه وتحطي معاهم معلقه سوري معلقه ملح، ملح، وتقلبيهم على ملح، بعض وتمسحي ملح، ميه وملح ميه وملح، اللي هو محلول ملح يعني، تمام. وبتمسحي بيهم بقطنه المكان اللي الحبوب، بحيث ان الملح بيطهر الجرح ده او الحبايه دي، بيقتل أكيد البكتيريا. يبقى علاج وبالتالي الحبوب الغير انت مرضية، كده عالجتي الحبوب. تمام، يعني علاج الحبوب الغير مرضية اللي هي نتيجة مثلا لحب الشباب أو حاجات بسيطة دي، بيتم علاجها عن طريق مية وملح ونمشي قطنة ميه على مكان وملح الحبوب. فقط، قطنه وبتمشيها على مكان الحبوب وبتسيبيها 10 دقايق وتغسلي بشرتك. بس تمام. انت كده عليكي الحبوب ونتيجتها فعاله جدا 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 جدا. طيب احنا برضو عايزين نتكلم عن الزيوت يا شيرين. في ناس كتير جدا الفترة اللي فاتت بتتكلم عن ان مثلا قبل ما يناموا يحطوا مش عارفة زيوت زي جوز الهند وزيت الزيتون.